يوم نبحث عن مصادر بديلة للطاقة في دولتنا تقوم بالاستفادة من الطاقة الشمسية، ونقدر نعتبرها من المصادر الرئيسية من الطاقة. تكنولوجيا الطاقة الشمسية مفيدة للغاية، ويمكن يتهيأ لنا أن تطوير الطاقة المتجددة وإنتاج طاقة عن طريق الألواح الشمسية مهمة سهلة، ولكن ما هي شيء بدون العمل الجاد. وبسبب العوامل البيئية مثل رملة الصحراء لازم تتنظف هذه الألواح باستمرار، لأن الغبار يمنع أشعة الشمس من الوصول لهذه الألواح. وواحدة من أكبر شركات الطاقة الشمسية في العالم، شركة شمس للطاقة، واللي مقرها هني في أبوظبي، تعمل بجهد لضمان أكبر قدر مستطاع من الطاقة. تتنظف هذه الألواح مرة في الأسبوع، وهذا لإزالة الطبقات المتراكمة من الغبار. وتستخدم الشركة تكنولوجيا مبتكرة ومتطورة لجمع الطاقة الشمسية. فبدل من استخدام ألواح شمسية مسطحة، هنالك دعامات للشمس لتركيز أشعتها وتسخين السوائل الموجودة في الداخل لتوليد الطاقة عن طريق توربينات البخار. وين ما نحصل أشعة الشمس بتكون هناك طاقة شمسية، ودولتنا تريد أن تستخدم 7% من إمدادات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.